مساء الخير ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا بسؤال جديد من فوانيس. سؤالنا لليوم: من المأكولات الكويتية الخفيفة واللي يزيد عليها الطلب خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وهو نوع من أنواع الكعك حجمه بحجم كف اليد وناكله بعد تقميسه مع الشاي والحليب عشان يصير طري؟ شنو اسم هذه الأكلة؟ راح أعطيكم ثلاث خيارات: لسان الثور أو خبز الرقاق أو الدرابيل. للمشاركة في مسابقة فوانيس رمضان عبر الرسائل القصيرة، أرسل حرف فاء أو إف على الأرقام التالية. ادخل السحب على جائزة يومية $300.